الثاني عشر من يناير. في مثل هذا اليوم من عام 630 فتحت مكة على أيدي المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا اليوم من عام 1816 فرنسا تحكم بنفي عائلة بونابرت من البلاد إلى الأبد، وذلك بعد هزيمة نابليون بونابرت أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815. وفي مثل هذا اليوم من عام 1896 التقاط أول صورة بأشعة إكس في الولايات المتحدة، حيث التقطها الدكتور هنري سميث في ديفيدسون بولاية نورث كارولينا. وفي عام 1924 وفي مثل هذا اليوم إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر. وفي مثل هذا اليوم من عام 1953 جمال عبد الناصر يصدر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1974 إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ولكنها لم تدم 24 ساعة. وكان مقررا أن تحمل الدولة الوليدة اسم الجمهورية العربية الإسلامية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1976 مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته. وفي مثل هذا اليوم من عام 2009 مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء بعثة تقصي للحقائق للتحقيق في دعاوى ارتكاب مخالفات للقانون الدولي والإنساني قبل وبعد حرب غزة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2015 اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.